السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كل اخواتنا يكونوا بألف خير. من اليوم مش هتقدر ترمي جهاز الهوت القديم اللي موجود عندك، لانك هتقدر تستفيد من المكونات اللي موجودة بداخل الجهاز. كتير مننا حتى لو لسه صنايعي بادئ او اي صنايعي، لو رحت عنده هتلاقي عنده اجهزة كتير في الخردة من نفس النوعية او انواع تانية، هتلاقيها موجودة عنده في الخردة، لانه اغلبهم لما بيبوظ مننا بالتالي بنرميه وبنبدا نجيب واحد جديد او نصين مره واتنين وبعد كده نرميه ونجيب واحد غيره. من اليوم بفضل الله بعد الفيديو هنقدر نستفيد من المكونات اللي موجوده داخل الجهاز، وهنقدر نعمل منه افكار جميله. ولكن انا الفيديو ده هقدر اعمل لك حاجه جميله جدا من جهاز الكمبريسر بتاع الهواء اللي موجود في الجهاز. انا فككت واحد عندي تاني غير ده، ادي الجهاز التاني اهو، هذا الجهاز التاني هنشرح بقى عليه، لان انا قدرت اشيل منه الكارتة اللي زي دي بعد طبعا معاناة كتير، وقدرنا نصين فيه وما نفعش معانا، خلاص باظ اتحرقت الكارتة، فبالتالي احنا بقى مش هنقدر نرميه، وقررنا ان احنا نستفيد من جهاز الضغط بتاع الهواء اللي موجود فيه الهوت. جميل جدا. طب لو انت ما عندكش هوت تقدر تجيبه منين؟ هتروح عند اي حد صنايعي. لو انت عايز توظف الفكرة اللي هنعملها الان في اي مشروع عندك، هتروح لاي واحد صنايعي هتقدر تجيب منه جهاز زي ده بالظبط، ولو في المكونات بتاعته هتقدر تقول له خد الحاجات اللي عندك واديني بس انا عايز الكمبريسر اللي موجود بالداخل. تمام. انا هنا جبت عندي خرطوم زي ده بالظبط اهو، او اي شكل تاني، او الخرطوم بتاع المنفاخ برضه هتقدر تستفيد منه. هنا لما جيت اشغل الكمبريسر طبعا لغيت طبعا الكارتة نهائي، وخدت الطرفين بتوع التغذية. هو كان واخد طرفين التغذية من الكارتة علشان تقدر تزود الهواء او تقلل الهواء، ولكن انا خدتهم هنا على ال 220 مباشرة. طب يلا نشوف الفرق بين الاول والتاني اهو. هنا اهو الكمبريسر واخد الهواء بتاعه منين؟ واخده من الكارتة دي علشان يقدر نتحكم في تزويد او تقليل الهواء، ولكن انا لغيت كل ده وخدت الطرفين دول على الكابل بتاع ال 220 مباشرة، وطبعا شلت المحول اللي موجود واتخلصت من كل حاجة. لما فضل عندي هو مجرد الكمبريسر فقط. خدت بقى علشان اشغل الزر ده، خدت الخطين بتوع التغذية ال 220 دخلتهم فردة منهم على الزر وخرجتها تاني عشان يبقى قاطع خط، لما عاوز اشغل يشتغل، لما عاوز افصل يفصل معايا. طب يلا نشوف. طبعا الهواء بيبقى خارج من هنا وبيجي على الكابل، كان من هنا كده بالشكل ده، ولكن انا هقدر اوصله على الخرطوم ده بتاع الهواء اهو بالشكل ده كده بسم الله، وهاجي هنا اركب الاتنين دول في بعض. انا كده وصلت طبعا الاتنين في بعض بالشكل ده، والزر ده طبعا للتشغيل، وهنوصل فيه الكهرباء ال 220 علشان نجرب مع بعض. بسم الله. طبعا ضغط هواء شغال اهو، هقدر افصل بيفصل معايا، اشغل بيشتغل معايا. طب حد هيقول انا اوظف ده في ايه؟ تقدر تعمله طبعا، فضلا على انك تقدر تعمله منفاخ، عايزين بس نشوف حاجه نختبر بيها ضغط هل في هواء ام لا. بسم الله زي ما انتم شايفين اهو. قوي جدا قوي جدا. انا شخصيا عملته منه منفاخ، تقدر تنفخ بيه الدراجة وتقدر تنفخ بيه الكورة وتقدر تعمل منه حاجات كتير. طيب حد هيقول لي هي دي الفكرة دي بس؟ لا، ده لو حضرتك عندك حوض سمك، حوض سمك هتقدر تشغله في حوض السمك علشان يجدد اكسجين للأسماك. حاجة جميلة انك تعمل حاجة بالشكل ده اهو اهو، هتقدر تشغله ويشتغل معاك بجودة ممتازة وحاجة محترمة. يا رب اكون قدرت اقدم لك حاجه مفيده، وان كانت بسيطه ولكن تبقى مفيده لو حضرتك محتاج الحاجه دي ومش عارف تجيبها منين، ولكن تبقى متوفره قدام منك وتقدر تحصل عليها من الخرده وباقل سعر ممكن. ما تنساش تدعم اخوك باللايك، تشرفنا بالاشتراك، تنتظرنا في فيديو جديد ومعلومه جديده في قناه اخيكم محمد الصفطاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.